الكرة في المكان الصحيح في الوقت الصحيح. الآن الكرة البينية، يا سلام التقدم في منطقة الجزاء، ممكن الثاني، الله ياه على هذه الكرة الضايعة، كرة المرمى خالي ويضيعها بطريقة غريبة جدا. شوف الكرة والله رائعة جدا، شوف التبرير ولا أروع، تمرير بظاهر القدم جميلة جدا، من بعد ذلك تمريرة ما فيها تسلل، ولكن وين يعني.